أهلا بحضراتكم. مع حضراتكم أول خبر خاص بانتخابات مجلس الشعب القادمة. النهاردة أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن 3095 مرشحا تقدموا للانتخابات مجلس الشعب في يومين. استقدم في ثاني أيام تلقي أوراق الترشيح 1116 مرشح، من بينهم 1036 مرشح عن المقاعد العادية و80 مرشحة عن مقاعد المرأة. المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن عمليات تقديم أوراق الترشيح للانتخابات جرت يوم الخميس النهاردة، وتمت بصورة هادئة ومنتظمة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأن اللجنة لم تتلقى أي شكاوى تتعلق بوجود عراقيل أمام المرشحين اللي قدموا أوراقهم. عندك انت حاجه؟ طبعا. محكمه القضاء الاداري النهارده رفضت دعوه مقامه من واحد من اعضاء جماعه الاخوان الاسلاميه المعذوره، كان بيطالب فيها بقبول واستخدام شعار الاسلام والحل. طبعا المحكمه رفضت ده في مجلس الدوله لان مقدمه من غير ذي صفه، واحد لسه باب الترشيح ما اتفتحش وما اتحسبش اساسا مين المرشح ومين مش مرشح، فلما قدم رفع الدعوة ما كانش ليه صفة، فهي مقدمة من غير ذي الصفة. بس ده بيرجعنا تاني المربع تاني، هو شعار الإسلام هو الحل هو فعلا شعار سياسي ولا شعار ديني؟ اللي بيستندوا إلى أنه شعار ديني وبيقول لك يجب استخدامه بيستندوا إلى المادة التانية في الدستور اللي بتقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن بيغفلوا تماما مادتين في الدستور مهمين جدا. المادة الأولى في الدستور اللي بتتكلم عن حق المواطنة، والمادة الخامسة في الدستور اللي بتحظر استخدام الشعارات الدينية. فهو شعار ديني واضح. الإسلام هو الحل لإيه بالظبط؟ والإسلام هو الحل في أي مجتمع؟ الإسلام شيء عظيم ودين عظيم جدا كلنا مؤمنين به، لكن هل يجوز استخدامه سياسيا؟ هل يجوز إن في فئة تميز نفسها هي بس واخدة وكالة الإسلام والباقي كله ما لهمش دعوة بالإسلام، هم دول بس اللي يملكون الرؤية السليمة والصحيحة؟ ما احنا كلنا مسلمين. فعندما تختص جماعة نفسها بالشعار وترى إن ده اللي بيعبر عنها، فبتحطنا في مربع تاني وبتصنفنا في مربع تاني خالص. على العموم المحكمة من نفسها حسمت الأمر وقالت لا شعارات دينية في الانتخابات القادمة. صحيح. في خبر خاص النهارده من وزير الماليه، خبر مفرح طبعا. اعلن دكتور يوسف بطرس غالي وزير الماليه عن تقديم موعد صرف معاش شهر نوفمبر، بحيث يبدا الصرف اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 10 نوفمبر بدل من موعده المقرر يوم 20 من كل شهر. طبعا ده بمناسبه عيد الاضحى، كل سنه وحضراتكم الف خير يا رب، لان كمان الاجازه من المتوقع انها تبتدي ان شاء الله يوم الاثنين 15 نوفمبر. الوزير صرح بكده وقال ان ده تيسيرا طبعا على أصحاب المعاشات المستحقين عنهم لشراء احتياجاتهم احتفالا طبعا بالعيد. وأعطى تعليمات، ده بقى الحاجة المهمة، أنه أعطى تعليمات لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص لتقديم موعد تحويل المستحقات التأمينية لمن يصرفون معاشاتهم من خلال البنوك ومكاتب البريد. ده طبعا علشان يضمن أن الصرف هيبتدي وإن شاء الله قبل أجازة العيد كله يكون صارف المعاش. كل عام وحضراتكم بخير. البرد دخل، والبرد دخل يعني هنتكلم في انفلونزا الطيور، وانفلونزا الطيور يعني الانفلونزا الطيور أصبحت وباء في مصر. مصر بلد موبوءة مستوطن فيها هذا المرض الخطير. تاني بدون إعلام وبدون أي حاجة لازم نبتدي ناخد بالنا. احنا عارفين ان احنا بلد شهدت 36 حالة وفاة منذ ظهور انفلونزا الطيور عام 2006، وعندنا 112 حالة إصابة مؤكدة. صحيح نسبة الوفيات في مصر هي 30% بالنسبة للحالات المصابة، بس عندنا حالات مصابة كبيرة، لكن النسبة العالمية وصلت 60%، في بعض دول شرق آسيا وصلت ل 80%. لكن لازم نرجع ناخد بالنا تاني، ناخد ننظف كويس قوي، نبعد عن المناطق الموبوءة، ما حدش يربي طيور في بيته، ناخد فراخ مدبوحة جاهزة مطمئنين إليها، واللي يشك في أي أعراض تاني رجعنا تاني لأعراض انفلونزا وانفلونزا عادية ولا انفلونزا طيور، نرجع تاني نبحث في هذا الأمر ونهتم ونروح المراكز الطبية. أي حد عنده أطفال بتسخن يروح للدكتور، ما يعالجش لوحده، لأن احنا في الشتاء بنبقى حاجة ربنا ما يوريها لحد.
النهاردة أثناء افتتاح السيدة الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة الأسرة والسكان للمشغل اللي أقامته الوزارة بمدينة الحومدية بمحافظة 6 أكتوبر، وبالطبع طبعا كان بحضور دكتور فتحي سعد المحافظ. تلقت السيدة الوزيرة اتصال هاتفي من السيدة الفاضلة سوزان مبارك. أنا مش عايزة أقول إيه اللي اتقال فيه. أحب طبعا أن السيدة مشيرة خطاب سيادة الوزيرة هي اللي تقول لحضراتكم بنفسها إيه اللي كان مضمون، ما هو مضمون هذا الاتصال. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكم. مساء الخير. وحضرتك طيبة سيادة الوزيرة. كل سنة وحضرتك طيبة. وانتو طيبين. والأسرة كلها في حب. ميرسي. شكرا. سيادة الوزيرة حضرتك كنت في الحامدية النهاردة، والحامدية هي من المناطق المناطق الشهيرة جدا بزواج القاصرات. كان العرب ييجوا بيتجوزوا بنات عندهم 13 و14 و16 سنة، وكأنه سوق نخاسة يعني، بيجوا يشتروا بنات صغيرة مستغلين حالات الفقر اللي بتتم. اللي بيتقال النهاردة بيتقال ان في جهود جيدة في الحامدية لمواجهة ده. فعلا الحوامدية النهاردة ومحافظة 6 أكتوبر عدد من القرى اللي يعني الظاهرة دي موجودة فيها، بدأنا جهد جيد جدا بمعاونة أهالي القرية وصديقات الأسرة من بنات وأبناء القرية، لأن عندنا أصدقاء رجال أيضا أصدقاء أسرة، وبتدريب الرائدات الريفيات. وابتدينا النهاردة نوعي الأسر بخطورة زواج الأطفال، وكان موجود الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، وكان موجود مأذون من المنطقة. والحقيقة كنت سعيدة جدا للكلام اللي اتقال لتوعية الناس بمخاطر زواج الأطفال بالذات من غير المصريين. والحقيقة يعني أنا شايفة أن في تغيير في وعي، وإن شاء الله يعني سويا نقدر نقضي على هذه الظاهرة. أقول ظاهرة الحقيقة إنما يعني هي بعض الأسر بتلجأ ليها تحت دعوة الفقر الاحتياج، لكن النهاردة احنا وعيناهم وقلنا لهم يعني الأسرة بتحط في إيدها كام، يعني المهر عبال ما ينزل في إيد الأب بيكون دفع للسمسار ودفع للمأذون، يعني مبالغ قليلة. قلنا لهم لما تيجوا تزنقوا اتصلوا بالمحافظ هنساعدكم، يعني لو انتوا مزنوقين ماليا ما يكونش الحل بانك تجوز بنتك. صحيح. يعني ده يا فندم ده كان مضمون الاتصال الهاتفي اللي حضرتك. لا الحقيقة هو طبعا السيدة الفاضلة سوزان مبارك، وانا اسمحوا لي احييها من خلال البرنامج، الجهد ده كله بدأ على ايديها وبمساندة منها. واحنا لما رحنا الحومدية النهاردة كنا بنتكلم على الزيادة السكانية والأسرة الصغيرة المكونة من طفلين، كان في إطار التعاون مع حملة بتنظمها وزارة الصحة، واتكلمنا على ختان الإناث، واتكلمنا على زواج الأطفال، واتكلمنا على عمالة الأطفال، اتكلمنا على قضايا كثيرة. السيدة الفاضلة كانت بترسل تحياتها لأهالي 6 أكتوبر وتحديدا القرى اللي كانت مجتمعة. احنا كان عندنا في السرادق حوالي 1000 من أهالي 6 أكتوبر، فكانت بتحييهم وبتشجعهم ان هم يكملوا هذا الطريق، ان يعني ننهض ببناتنا وأبنائنا وندعم الأسرة من طفلين. فأنا نقلت تحياتها لأهل 6 أكتوبر، وبعدين كانت بتتابع الحقيقة بعض التقارير اللي كنت قدمتها لها بخصوص تقييم الأداء فيما يتعلق بوثيقة العقد الرئاسي الثاني للطفل اللي أصدرها الرئيس مبارك عام 2000، تنتهي إن شاء الله في نهاية العام اللي احنا فيه 2010. والنهاردة بنعد مشروع وثيقة ثالثة للطفل المصري بإذن الله يعني يوقعها السيد الرئيس وتعلنها السيدة الفاضلة إن شاء الله سوزان مبارك. فكانت بتتابع هذه التقارير يعني، وبتدي رؤيتها وتعليماتها في هذا المجال، وبتحيي أهالي 6 أكتوبر. والحقيقة المشغل شغل رائع، وإحنا جايبين خبرة لتدريب السيدات. ما احنا برضو لما نقول له ما تجوزش بنتك بنحاول ان احنا نوجد فرصة عمل.
تعوض ندي بدائل تعوضه. يعني في الحقيقه يعني نشاط واضح طبعا لوزاره السكان، واتمنى ان حضرتك تشرفينا يعني قريب في مصر النهارده علشان نتكلم اكتر يعني عن كل الاشياء الجميله اللي بتتعمل وخطتكم ان شاء الله في الاعوام، نقول بقى في الشهور القادمه وايضا السنه القادمه. شكرا لحضرتك سياده الوزير. شكرا سياده الوزير. النهارده البابا شنودة الثالث بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المركزيه قلل من اهميه تهديدات القاعده للكنائس المصريه. البابا اكد على كلام قاله قبل كده وكلام محترم جدا، ان ده بيؤكد ان القاعده دي ضد كل الاديان وان الاسلام منها بريء، مش ده الاسلام اطلاقا، وقال لك انه ما بيخافش من التهديدات دي، والله هو الحافظ، هو اللي يحفظ اولاده من كل شر. عايز اخد رساله جايه على الموقع بتاعنا من مجد غنيم بيقول: نحن المسلمون حماة الكنائس، نحن المسلمون مع المسيحيين حماة مصر. هي دي الحقيقه، ان احنا كمان نفدي الكنائس بعنينا وبروحنا، لان الكنائس على ارض مصريه وهذا الوطن طول عمره ما بيفرقش ما بين مسلم ومسيحي، نحن ابناء وطن واحد. صحيح. البابا شنودة كمان قال النهارده يعني خبر منقول في بعض المواقع انه في الحقيقه قال انه يعني دي كانت فرصه، ان التهديدات دي كانت فرصه طيبه للكنيسه وللبابا شنودة شخصيا ان هو يحس بقد ايه المسلمين كلهم كانوا متعاطفين جدا مع الكنيسه، وقد ايه ان جاله يعني خطابات كثيره جدا سواء من كبار المسؤولين في الدوله او حتى مواطنين مسلمين عاديين جدا واقفين مع الكنيسه وبينددوا بكل هذه التهديدات. النهارده يمكن في كانت حاله زحمه رهيبه جدا بالتحديد على المحور وايضا جزء كبير من الطريق الدائري، ده كان بسبب حادثه كانت كبيره في انقلاب سياره امن مركزي، هي انقلبت على طريق المحور بالتحديد اعلى منطقه كرداسه، ادت الى وفاه جندي واصابه سبع هو اخرين. اصيب 20 هو اصيب 20 جندي اتنقلوا المستشفى 6 اكتوبر، خرج ده اخر حاجه وصلها دلوقتي، لان انا عملت تليفون من واحنا في الفاصل بس 16 خرجوا، أربعة عندهم كسور وحاجات باقيين، وهي سيارة الشرطة سيارة كبيرة من بتوع الأمن المركزي، في عربية ميكروباص كانت قدامها الكاوتش انفجر فبيحاول هو فخبط فيها حاول يفاديه، الاتنين اتقلبوا. لما الاتنين اتقلبوا في 5 في الميكروباص أصيبوا، لكن الإصابات الأكثر كانت في عربية الشرطة. أنت شفت الدنيا كانت عاملة إزاي، البلد كلها وقفت. أنا جيت في 3 ساعات. أنت جيت جاية في 3 ساعات، ما المحور كان واقف. المحور وطريق الصحراوي. ده عيب اللي يطلع يسكن بره بقى، نعمل ايه؟ طيب. الخبر التاني برضو ليك. طيب، طالب ثانوي بيذبح او ذبح زميله بسبب 3 جنيه. منطقه مدينه نصر في الحقيقه شافت يعني مشاده ومشاجره كبيره جدا بين طالبين في المدرسه الثانوي، ثانوي صناعي. الخلاف كان على 3 جنيه، واحد فيهم مسك السلاح الابيض وراح عامل يعني اقول لحضراتكم بقى مكتوبه ازاي: جرح قطعي في الرقبه. طبعا عمل كده لزميله، دلوقتي الطالب ده اللي مضروب طبعا في رقبته هو بيرقد دلوقتي في احدى المستشفيات وبيقول شفت بقى شيء عادي خالص، طلبه يتخانقوا التاني يطلع مطه ويروح قطعه رقبته ويروح قتله والدنيا عادي. شفت انت التقرير اللي عامله محمود امبارح؟ يعني بجد احنا بنحيي محمود عليه، يعني لانه فعلا بين لنا قد ايه الاطفال. طب دول اللي راح لهم امبارح دول اعدادي اعدادي وبيتكلموا يعني على انهم بيضربوا بعض، واحده بتقول له في التقرير: يا استاذ محمود احنا بنتخانق اكتر ما بنتعلم. يعني مش ممكن، شيء مؤلم. قبل ما نطلع فاصل ونروح لضيفنا السيد مارتن دي الناطق الرسمي باللغه العربيه للحكومه البريطانيه، عايز بس اقول لكم خبر كان اتصل بينا مجموعه من اولياء امور طلاب الاي جي، وقالوا ان سيد دكتور هاني هلال وزير التعليم العالي خد قرار النهارده بمد فتح باب التنسيق لطلاب الاي جي اللي صدر لهم حكم لمده اسبوع، وشافوا ان ده تعطيل للطلاب. فانا اتصلت بالدكتور هاني هلال وسالته: انت ليه حضرتك اجلت؟ فقال لي: والله انا تعبت ما عدتش عارف اعمل ايه، انا متقدم هم كلهم ما يجوش 200 طالب، انا وصلني اللي اتقدم اول يوم 4 امبارح كانوا 60، الباقي وصلني من اولياء امور رسائل بالايميل وبالاتصال في الوزاره يطلبوا التاجيل لمده اسبوع لانهم مسافرين بره ونازلين على الاجازات، فقلت يعني المساله مش مستاهله تيسيرا على اولياء الامور. وقال لي: انا مش واخد موقف، لو واخد موقف كنت استشكلت في الحكم، انا حتى ما استشكلتش طالما
ده حكم صدر وانا بحترم القضاء وده في مصلحه الطلاب، فالحكم طالع في مصلحه الطلاب، انا وافقت مباشره، لكن انا بحاول اساعدهم لو عايزين يوم السبت اقفل باب التنسيق تاني واقول لهم خلاص، بس في طلاب كده مش هيدخلوا وهترجعوا تكلمونا تاني. طب هما متضايقين ليه ان هما مدوا هيتعطلوا كده؟ بيقول لك علشان يلحقوا يدخلوا الجامعات بقى ويلحقوا يدرسوا، وخلاص ده الاسبوع الجاي الاجازات خلاص فعلا يعني. فهو عملها خدمه للطلاب، مش قصده حاجه خالص. بنشكر الوزير وبنوضح الصوره لاولياء الامور. نلتقي بعد الفصل.